الحمد لله. الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم يعني غطوها واذكروا اسم الله. فإذا السنة تغطية أواني الطعام والشراب ولها فوائد صحية، فإن هناك أدواء تنزل من السماء وإذا غطاها وذكر اسم الله ما ينزل فيه. والفائدة الثانية: منع الشيطان من أن يطعم أو يشرب من طعامك يا مسلم. حديث صحيح: فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فندب الحديث إلى تغطية كل إناء فيه طعام أو شراب، وعلل ذلك بأن في السنة ليلة الله أعلم بها ينزل فيها وباء ومرض وداء، والتحرز منه تغطية الإناء لأنه يصيب الآنية المكشوفة، فإذا كانت مغطاة لم يصبها، وخصوصا إذا غطى وذكر اسم الله بسم الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الطعام وتترك الإناء مكشوفا من الليل، فقال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء ولا يمر بإناء إلا وقع فيه.